لاجل حياتنا، مستقبلنا، مستقبل اولادنا والاجيال اللي غتجي بعدنا. هذه النقطة اللي اثارت خلافات مرحلية تحديدا من الودادية الحسني للقضاة، هذه النقطة ديال ادخال اطراف اخرى الى الجسم القضائي، شنو ملاحظاتكم عليها؟ حتى لا نظلم يعني الودادية الحسنية، هناك مرحلتان، هناك مرحلة ما قبل الإعلان عن الدستور كان لها موقف، طبعا قد أختلف في الطريقة، هذا شيء آخر، لأن كيف ما كان الحال أن هناك الشكل وهناك الجوهر، قد أختلف في الطريقة، قد أختلف في الجوهر، ولكن بمجرد الإعلان عن الدستور ووجود بعض المقتضيات التي أبانت بأن جلالة الملك هو الضامن للقضاء، فأصبح القضاة لا يناقشون بتاتا في ذلك، بل كانوا من المؤيدين لكل المقتضيات التي وردت بشأن القضاء في مجال الدستور. وأعتقد بأن الوثيقة ربما قد سربت بطريقة لم تكن بصفة كاملة وتامة، وهذا ما جعل الودادية الحسنية تأخذ ذلك الموقف الذي حقيقة يعاب عليه بعض الهينات، ولكن ليس بالطريقة التي كانت قاسية من طرف البعض. كيفما كان الحال نعتبر بأن موقفها النهائي الآن واضح، وبأنه لا شيء يمنع، بالعكس نحن نفتخر ونعتز بأن يكون داخل المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشخاص من خارج القضاء، لأنهم سيساهمون في مهام جديدة لن تقتصر على التعيين والترقية والتقاعد والتأديب، بل ستنتقل إلى ما كان أعلن عنه صاحب الجلالة في خطاب 20 غشت 2009 عندما قال بأنه ضرورة إنشاء هيئة استشارية يعاد إليها النظر فيما يتعلق بكل ما له علاقة بالعدالة. وسنجد بأن هناك فقرتين اثنتين أضيفت إلى هذا المجال في مجال الاختصاص، وما نعود إليه فيما بعد. مفهوم سي بناني. سي وعمو، تحدثنا عن موضوع فصل السلطات، عن مجموعة من المؤسسات اللي ستساهم في إعادة الثقة بين المواطن وبين الهيئات السياسية، ولكن كاين ملاحظات على الهيئات الحزبية الآن، أليست مطالبة الهيئات الحزبية بالارتقاء بأدائها لمواكبة هذه الإصلاحات؟ أكيد أن من المحطات بدون شك التي انتبهت إليها اللجنة، خصوصا وما أظن أن مذكرات تناولتها المقدمة إليها تناولتها بشكل واسع، واستحضارها لدور الفاعل السياسي في تثبيت وإقرار دولة الحق والقانون لدولة المؤسسات. فلذلك عالج الدستور من هذا الباب موقع الحزب السياسي وخاصة أعطاه مكانة خاصة، لم يعد مجرد آلة لتأطير المواطنين، بل حمله مسؤولية تكوين المواطنين وتأمين مشاركته بشكل إيجابي وبشكل فعال في الحياة العامة والحياة السياسية للبلاد. فكذلك أكد المشروع على ضرورة تنظيم أحزاب سياسية بقانون تنظيمي خاص يعطي لهذا الدور للأحزاب السياسية المكانة المطلوبة والأساسية. كذلك الدستور أكد على أن الأحزاب السياسية أصبحت مؤسسات وأدوات دستورية تمول من المال العام، هذا شيء جديد كذلك بحكم الدستور. يبقى كيفية أجرأت هذا المنظور الدستوري للحزب السياسي الحديث، هل سيبقى مجرد إرادة أشخاص للتكتل حول إنشاء حزب، أو سيكون التزام بوضع برنامج مشروع مجتمعي والانخراط فيه للاشتغال، وهذا كذلك سيؤدي بدون شك من خلال الطريقة التي عرجت بها مسألة الأحزاب السياسية في الدستور إلى التوجه نحو تأميم التجمعات السياسية أو القطبيات السياسية، وبدون شك سيساهم في تحديد ظهور حزيبات أو أحزاب صغيرة
أو عدة أحزاب حول مشروع واحد، هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على العمل السياسي. ما كانش تخوف الآن من كون نسبة التصويت الجمعة المقبلة وكذلك إدارة مرحلة ما قبل التصويت على الاستفتاء، ألا ما كانش تخوف بأنه يمكن نحصل على نتيجة ربما ضعيفة تعكس أنه حتى الأداء أداء الهيئات الحزبية في هذه الفترة هذه؟ صحيح، نحن المغرب مرة في مرحلة تأثر فيها الأداء السياسي من عدة جوانب. من أحد جوانب ديالها ضعف الأداة الحزبية وتأثيرها على المجتمع، وهذا عنده عوامل تاريخية وعوامل ظرفية وعوامل سياسية كذلك. هذا ما تعنيش أن ليس هناك أحزاب مهيكلة وتقوم بدورها ولها صلة بقواعدها، ولكن هناك تشويش على العمل الحزبي من عدة جهات. الجهة الأولى أولا كونها لا تملك قدرات التواصل الإقناعية للمواطنين سواء كانت داخل الحكومة أو خارج الحكومة. من جهة ثانية نمو وبزوغ المجتمع المدني بشكل غير منظم، فلذلك الدستور أجاب كذلك على هذا الموضوع بتحديد وتوجيه دور المجتمع المدني بشكل واضح حتى لا يكون هناك تنافر أو تداخل بين أدوار سياسية، وهذا في مرحلة انتقالية لتصويت للاستفتاء ظهر بشكل بين على أن هناك ضعف ملموس في التعبئة بالنظر إلى عدد الأحزاب السياسية، هناك ضعف في التعبئة، ولكن المواطنين بادروا بشكل تلقائي للبحث عن تفاسير وفهم الدستور لأن هناك استشعار بأن الأمر يتعلق بحدث تاريخي في المجتمع. هذا جعل انخراط عدد كبير من مواطنين من جماهير في عملية التعبئة، لذلك نرى فيها أصوات مؤيدة وأصوات وإن كانت نوعا ما بهتة تطالب بالمقاطعة، ولكن الحوار ما زال يتعمق. ما زال أصوات غير عارفة غير عارفة مسألة مسألة تصويت أو كذا، هذا موضوع آخر مرتبط بالثقة، لأن أزمة الثقة مشروعنا الوطني الحالي لهذا الدستور بدون شك سيقوده، أحد المهمات الأساسية الكبرى هو ترسيخ الثقة. حياتنا مستقبلنا مستقبل أولادنا والأجيال اللي غتجي بعد سياسية ووظائف الاجتماعية، وستجعل بالفعل تفتح آفاق لدولة حديثة منظمة تحتل فيها المؤسسات المكانة القصوى والكبرى بما فيها مؤسسة الحزب السياسي. أستاذ مسعودي في هذه النقطة بالضبط، الآن كاين مسألة الثقة، واش فعلا مشروع الدستور الجديد وانتم اشتغلتوا عليه قادر على إعادة ثقة المواطن في العمل السياسي الوطني؟ بكل صراحة قضية التقدير بالنسب مسألة صعبة الآن. إذا كان السؤال يهم تفاعل أو تعامل المواطن مع المستجدات الموجودة في مشروع الدستور، أعتقد أنا بكل موضوعية أرى بأن هذا الدستور أو مشروع الدستور هذا لا يقارن نهائيا مع الدساتير الخمسة السابقة. أنا اشتغلت على قضية التوازن بين السلطات في مختلف الدساتير، أرى أن ما هو وارد اليوم في مشروع الدستور حيث تم تغيير تقريبا، لا أقول تقريبا وإنما جميع الأبواب ابتداء من تصدير الدستور أو من ديباجته إلى غاية الباب الآخر المتعلق بالأحكام الانتقالية. إذن كل باب كان موضوع مناقشة، كان محاولة ضخ دماء جديدة داخل هذه الأبواب، وبالتالي أرى ولكن ما كل ما يتعلق بالمواطن ما اختلفناش على التغيير، ولكن كيفاش المواطن سيجد نفسه في هذا المشروع؟ كيفاش يقتنع بأنه فعلا هذا المشروع وجد لإخراج العلاقة علاقة الثقة مع السياسة، إخراجه لهذه العلاقة واضحة؟ أعتقد أن المسألة واضحة، المواطن الآن سيجد نفسه داخل الدستور من الديباجة إلى غاية آخر باب. أولا وبالأخص الباب الأول متعلق بالأحكام العامة، الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، ثم حتى الباب المتعلق للسلطة التشريعية التي أشار إليها الأستاذ مغاري. المواطنين الآن لهم الحق
في التقدم بملتمسات في مجال التشريع، لهم الحق بالتقدم بعرائض. قضية المقار أو ما يسمى بالديمقراطية التشاركية الآن موجودة على جميع مختلف المستويات، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الجهات، وبالتالي المواطن لا يمكن إلا أن يجد نفسه داخل هذا المشروع، بمعنى أن المشروع حاول أن يستجيب لمختلف متطلبات الشباب، ليس فقط الشباب، أقول المواطنين والمواطنات بمختلف مطالبهم بمختلف مقترحاتهم فيما يتعلق بالحقوق، الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق في السكن اللاقي. وهنا أمر أن الأمر يتعلق بأكثر من حق واحد تم التطرق إليه داخل هذا الباب الثاني من الوثيقة الدستورية ومن مشروع الدستور المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية. حياتنا، مستقبلنا، مستقبل أولادنا والأجيال اللي غتجي بعدنا.